عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى برنامج الكلمة لك، البرنامج التفاعلي الذي نستقبل فيه مشاركاتكم عبر القنوات المتعددة، عبر الاتصال المباشر وعبر المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. عادت الحكومة الشرعية برئاسة المهندس خالد بحاح إلى عدن، وعادت آمال اليمنيين أو طموحاتهم إلى الواجهة، ينشدون العمل الجاد والمسؤول في ظرف استثنائي غاية في الصعوبة، واحتياجات إنسانية ضرورة، وآلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى الذين حصدتهم آلة الحرب الفاشية لميليشيا الحوثي والمخلوع، ومدن مدمرة ومؤسسات معطلة واقتصاد في طيل انهيار، ومتطلبات الاستقرار من أمن وجيش وخدمات مختلفة كالماء والكهرباء والصحة وغيرها. ترى كيف يمكن للحكومة أن تدير دفة الأمور أمام كل تلك التحديات وسط استمرار ميليشيا المتمردة احتلال العديد من المدن والمحافظات والمؤسسات السيادية وارتكاب الجرائم المتكررة بحق اليمنيين في تعز ومأرب والحديدة وصنعاء وذمار وغيرها من مدن اليمن؟ نستقبل مشاركاتكم عن أبرز التحديات والواجبات التي تنتظر أو يتوجب على الحكومة فعله في المرحلة الراهنة أو بعد انتقال الحكومة إلى عدن للعمل من هناك، بعد أن أمضت أشهر في الرياض كمقر مؤقت لها. نستقبل مشاركاتكم طبعا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة 00966-11-281-2351، أو عبر الرقم الآخر 00966-55-780-2741، أو عبر هاشتاج الكلمة لك، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك الكلمة لك. طبعا وضعنا الموضوع على صفحتنا على الفيسبوك، ما هي أبرز التحديات والواجبات التي تواجه الحكومة الشرعية بعد عودتها إلى عدن لأداء مهماتها. هنا طبعا رمزي غانم الضبيبي طبعا أجاب وتحدث وعلق في صفحتنا على الفيسبوك، قال الحكومة لا تتصرف بالشكل المطلوب، وكان عليها أن تبني جسور الثقة مع المقاومة التي تحولت إلى هدف مباشر لأعداء الدولة وأعداء عدن والحرية، وهذه الخطوة تعد جزءا من المعركة السياسية التي تأخذ بعدا إقليميا ودوليا، وأن حضور الدولة وتأكيد وجودها في الساحة اليمنية كعنصر فاعل أولوية ملحة، ثم إعادة ترتيب الوضع الأمني والأجهزة الأمنية. أما السلطات كانت قد اتخذت قرارا بإدماج المقاومة في الجيش والشرطة، لكن صعوبات أخرى أخرت العملية، وكشف أن الملف سيكون ضمن عمل الحكومة بعد عودتها النهائية إلى عدن. قال أولا نرجو عدم الإعلان عن مكان تواجدهم في محافظة عدن، ثانيا وفقهم الله. هكذا يقول أصيل قاسم. ما دامت عدن محررة وما دام هناك مقاومة وجيش وطني وشرطة مسؤولة عن حمايتهم، إن شاء الله أنهم سيبقوا في أمان. معي اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، الاسم الكريم عبد القوي. مرحبا بك يا عبد القوي. نحن تعرف موضوع حلقتنا لهذه الليلة، وهو عن ما هي أبرز التحديات والواجبات التي تنتظر الحكومة بعد عودتها وعملها، وقالت أنها ستعمل بشكل دائم من عدن. تفضل الكلمة لك. احنا منتظرين انهم اول يكونوا مخلصين وعندهم امانة وعندهم لا يكونوا زي الحكومة السابقة زي المخلوع وانصاره. ماذا تقصد يعني الان يا اخي؟ تعز الان تحت القصف، الليل بنهار، الاطفال يقتلون، النساء تقتل، المحاصر من الماء من الغذاء من الدواء، لازم يقول لهم ايش تسوي من هذا الشرذمة العصابة الإجرام، وأول بلا عندهم لا دين ولا أخلاق. الآن يسبون الصحابة ويسبون أم المؤمنين عائشة، إيش هذا المؤتمر وهذا الحزن؟ وهم يقولون يتحاوروا معهم. الآن يا أخي الشعب إيش يحرر نفسه؟ عندنا إحنا مقاومة، عندنا جيش، ربك أرسله مثل ما أرسل طيرا أبابيل، أرسل لنا ديول الأشقاء وهم حتى نخرج بنقاط محددة يمكن أن نستفيد منها. نقاط محددة عليهم أن يخلصوا
ويتحملوا أمانة لا يكونوا يعني لمحافظة أو محافظة لا. أيوة. هذا الآن حرروا الجنوب والآن لمارب، وتعز هي الذي قامت أول من قامت أول محافظة قامت مع الشرعية وقاموا خرجوا بسلاحهم الشخصي للأمانة. الآن لهم 6 أشهر لا 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 رئيس يفتقدهم. نعم. لا 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 هذا الرئيس عبد القوي عبد القوي. نعم. طبعا للأمانة طبعا المأرب كان لها السبق كذلك أيضا في التحشيد ضد ميليشيا الحوثي عقب انقلابها وعقب سقوط صنعاء، تعز لها فضل، ويعني أنت تؤكد على أن يكون الحسم لتعز له أولوية، هكذا ما فهمته من إذن. شكرا لك. نعم شكرا لك. نعم عامل هنا الأولوية الآن يا أخي ما يستاهلش عندي ما يقولش نتحاور مع هذا ما إيش بالخيار. القرار صدر هذا قتل لا شخص ولا حرمة. إذن شكرا لك عبد القوي. يقول أنه على الحكومة أن تجعل من تحرير تعز أولوية قصوى لأنها تتعرض للتدمير والقصف الممنهج من قبل ميليشيا الحوثي والإرهابية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك أكرم الوجيه. مرحبا بك أكرم الوجيه. نحن نتحدث عن أبرز التحديات والواجبات التي تنتظر الحكومة بعد عودتها الشبه النهائية إلى عدن. برأيك ما هي أبرز التحديات من وجهة نظرك؟ تفضل الكلمة لك. عودة الحكومة أولا تعيد الأمل للمواطن وللشارع اليمني أن ما زال هنالك حكومة ستعيد الأمل وستعيد للمواطن اليمني إيقانا أن هنالك واجب ستقوم الحكومة التنفيذي أمام المستجدات والتحديات للشارع اليمني. ما الواجب يا أكرم الذي يمكن للحكومة أن تقوم به؟ الواجب الآن أولا قبل كل شيء إرساخ الأمن. إذا وجد الأمن ستقدر الحكومة أن تدير واجباتها، لكن إذا لم يكن هنالك الأمن فيعني خاصة في المناطق المتحررة عليهم الآن أن يرسخوا الأمن وأن يعيدوا للشارع اليمني الأمن وأن يوجدوا المعيشة للمواطن اليمني. الآن المواطن اليمني يعاني أشد المعاناة ويتمنى أن يعني يبصروا أنه ولو من البسيطة الحاجة البسيطة. ما واجب الحكومة تجاه المدن والمحافظات التي لا زالت تتعرض لجرائم من قبل الميليشيا؟ واجب الحكومة الآن من المفروض أن تكون هناك عدة جبهات، ليس إلا جبهة في مارب، من المفروض الآن قوة تدخل من منطقة عدن إلى تعز. تعز إن حررت تعز فتعز هي الثورة، تعز إن حررت ستكون المنطلق الجبهة الثانية إلى دخول العاصمة صنعاء. فمن تعز، تعز أصلا هي الثورة، تعز هي المدد، تعز هي أساس وهي حامية الثورة. إذا انتصرت تعز كتنتصر اليمن. هذا ما لدي أشكره. شكرا لك. شكرا لك أكرم الوجيه. يحدد النقاط أنه ترسيخ الأمن أولوية، بالإضافة إلى أنه يتم دعم أولا الاحتياجات الأساسية من غذاء وغيرها للمواطنين، الاهتمام بالمناطق المحررة، مد تعز بالعون العسكري حتى يتم الحسم وتتسارع الخطوات نحو العاصمة صنعاء. معي اتصال آخر. يوسف الشرعبي، مرحبا بك يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث عن أبرز التحديات والواجبات التي تواجه الحكومة، تفضل الكلمة لك. لا يا أخي، بس بالله ما أشتي إلا عندي كلمتين كده شا أوجيها رسالة للشرعية ورئيس هادي. طيب إذا كانت الكلمة من ضمن الواجبات التي يمكن أن تقوم بها فتفضل. أنا ما تبي تشوف تفسر يا أخي، بس أنا أوجههم رسالة. يعني الحين هو طلب الرأي الشرعية والرئيس هادي طلب من هم طالبين غير ينفذوا القرار 222/16 هذا طلبهم. أيوة. وبعد كده لما يطبق ايش يتحاور مع علي صالح. نعم. وبعد كده ليش الأطفال اللي قتلوا والمساجد اللي هدوا والأبرياء والمدنيين ما في حكومة طالب فيها لهذا يقدموها للعدالة؟ يعني أنت يعني أمام طلب الحكومة تطبيق القرار يجب أن يكون هناك أولا تقديم هؤلاء الذين ارتكبوا بحق اليمنيين العديد من الجرائم. الله يفتح عليك. هذا المطلوب. يعني هذا يعني ما منهم حق، يعني ما طلبوا من القرار هذا عبد ربه والحكومة ماسكين بالقرار هذا، وبعد كده لما يطبق شرقوا يتحاوروا مع علي صالح على السلطة ولا مدنيين اللي انتهوا والأطفال والمساجد
والابرياء، ما في حكومه يطالب بهذا يقدموها للعداله. لا يمكن، لا يمكن يا يوسف. اسال الله، نعم. اسال الله العظيم ان ربي ينصر المقاومه زي ما نصر ب 2011 ونزل علي صالح، وانش ينصره ويقدموا علي صالح الى المحاكمه. ليس المخلوع فقط، شكرا لك يوسف، ليس المخلوع فقط من سيتقدم الى المحاكمه، اي انسان ارتكب بحق انسان يمني جرما سيتقدم الى المحاكمه وسنرى العداله الناجزه بحقه. معي اتصال اخر، السلام عليكم. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن الخليدي، مرحبا بك. مرحبا، اهلا، حياكم الله، اهلا بشبابي في قناه سهيل، اهلا اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بك يا عبد الرحمن. نحن نتحدث عن أبرز الواجبات والتحديات التي تواجه الحكومة، خاصة بعد عودتها برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح إلى عدن. برأيك ما هي أبرز التحديات؟ الكلمة لك. حياك الله أخي الحلو. طبعا دعني حتى أجيب على سؤالك، دعني أن أبدأ من حيث انتهى الأخ. نعم، كما يقال ان من امن العقاب، من امن العقاب تمادى بالخطا وتمادى بالجرام وتمادى حقيقه ان ما قامت فيه صار في 2011 من ثوره مباركه شبابيه انتفض لها الجميع، بدات اليمن تتنفس نوع من الحريه ونوعا من إنهاء ما كان مجاتما على صدر الشعب وصدر الأمة لعقود من الزمن من الفساد والمحسوبية وضيق العيش وأمور شتى، ويعني متشتت الشعب، نحن كلنا يعني في أصبح معظم الشعب اضطراب. هذه الأمور صارت جميلة وكانت ثورة عظيمة، لكن ما صار نخشاه أن يتكرر. كيف؟ ما صار من تنازلات لطرف ما، وكان السبب وجود بعض بعض المحسوبية كذلك، يعني نعم. مثلا هذا الشخص الذي أجرم، لما تعطيه حصانك يا أخي؟ ألا تكفيك كانت مجرمة بكرامة؟ نعم. عبد الرحمن، أنت تؤكد على ألا حصانة، ألا يمنح أي قاتل ارتكب بحق اليمنيين الإجراء الجريمة والقتل والتدمير والتفجير، لا يمكن أن يكون هناك حصانة. هذا ونحن متفقون معك 100% في هذا. برأيك باختصار، ما الذي يجب على الحكومة؟ ما هي التحديات؟ لنعود إلى سؤالك. بالنسبة للحكومة، طبعا أولا هناك أمر مهم وهو التحديات الأمنية. هناك أمام عدن قال مهلك حتى تصبح آمنة. كيف يستطيع هؤلاء الوزراء حفظهم الله ورئيس الوزراء بحاح، نشكره على جهوده واهتمامه وبقية الوزراء، كيف يستطيعون العمل وتعز البوابة الأساسية المفتوحة لجهة عدن ما زالت لم تحرر بعد؟ إنه خطر سيأتيهم من هناك، يعني إذا لماذا لا يكون هناك سيط أمني؟ كيف تستطيع العمل؟ الجانب الأمني مهم جدا يا أخي. نعم. الجانب الأمني لا تنسى أن الطاش الآن لديه أوراق ما زالت مخفية، ممكن غدا سيظهر هناك حراكيش دعنا نسميهم كما نسميهم البعض سيظهرون، هناك قاعدة ستظهر، هناك أشياء. هل ثم الجانب الأمني مهم؟ لأنه نخشى أن تتكرر نفس تؤكد على أهمية الجانب الأمني، أن يكون هناك اهتمام دقيق وضروري في سبيل توطيد الأمن في عدن حتى تكون منطلق. أيوة. منطلق تمام، حتى تكون نعم. منطلق. أيوه ونموذج يا أخي، والله لو تكرر كارثة اعتقال رئيس الوزراء من جديد صراحة سنكون مهزلة، سيكون هناك مسخرة، يعني سيعطيهم القدرة ثاني مرة لإعادة الكرة، لأنه والله إلى الآن هناك لا احتمال 100% أن هؤلاء محمولون. صاروخ سقط الى غرفه او الى مكتب نايف الذكري في فتره سابقه، صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ اذا هنا الجانب الامني مهم، حمايه سجاج امني، هذا امر. الامر الثاني ما زالت تعز الى ان تئن، يعني بالله والله انا يعني من تعز، لم اقول كاني من تعز لكن قد تحدث الجميع، كم سمعنا وعودا يا اخوه، تعز تقاوم عبد الرحمن ثلاثة أشهر. دعني أستقل هذا المكان، أرجوك من هذا المنبر باختصار، إلى الآن تعز إلى ثلاثة أشهر. ألو، أنت معي؟ نعم معك. إلى الآن تعز ثلاثة أشهر
والمقاومة لا يجدون حتى لبة العيش. والله إنهم يذهب المقل، إنهم يتبرعات أبناء تعز. يا أخي هناك أشياء كثيرة جوارب، يعني تعز أين الجماعة تسفك؟ أين دموع طه ياسين مع تقديري واحترامي لشخصه الكريم؟ أين دموعه التي درفت من أجل عدن ومن أجل قارب قتل فيه لوحة القارب؟ ألم يرى مجزرة العواضي؟ ألم يرى مجزرة؟ ألم يرى ما حدث للنساء والأطفال في تعز؟ ألا يرى البيوت تهدم؟ في الجانب الآخر، في الجانب الآخر يا عبد الرحمن، الذين قتلوا في أو استشهدوا في عدن هم يمنيون ويستحقون أن تذرف في سبيل تلك أولئك الضحايا الدموع، والذين قتلوا أيضا واستشهدوا في تعز كذلك يمنيون ويستحقوا، ليس الدموع وحسب، بل هناك يعني الحسم والدعم اللوجستي والعسكري لهؤلاء المقاومين. شكرا لك عبد الرحمن. طبعا لأن هناك مزيد من اتصالات تنتظرنا. معي أبو يافع اليافعي، مرحبا بك أبو يافع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أبو يافع. نحن نتحدث عن عودة يعني للحكومة، ما هي أبرز التحديات التي والواجبات التي تنتظر الحكومة؟ نعم، الواجبات طبعا عفاش هو عبد في عدن وزرع خلايا، والخلايا هي بالمئات على ما أعتقد، وخلايا غامضة حتى يمكن في خلايا في وسط المقاومة، يعني خلايا هذه لها مهمات خاصة ولها وقت محدد ولها ظرف محدد، يعني ممكن حتى تقاتل مع المقاومة بس لها أهداف مخصصة، هدفها وكل هدف بوقته. كيف يمكن للحكومة أن اولا ان تطهر المقاومه وعدن من تلك الخلايا؟ اول حاجه لابد من الاعتماد على 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 الجانب الامني، على الدول اللي فيها يعني زي الامارات زي السعوديه، الاعتماد عليهم لانهم عندهم غرفه عمليات وعندهم كل شيء وعندهم الخبره. رحنا كلها اللي جاتنا الان اشكال جديده، كل يعني ناس يعني ما يعرفون اي شيء. صح. النقطه الثانيه أنا بقولها وبخط عريض، ما تأمن عدن إلا إذا تحررت تعز. عدن ما تؤمن ولا 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 ينام عفاش ولا يقتنع عفاش إلا أننا خرج من اليمن إلا إذا تحررت تعز. إذا تحررت تعز له أولوية مع الاستراتيجيين هذا. لا، تعز لو تحرر بتشل نص عمر عفاش والحوثي. صدقت. يعني لو تحرر وتحرر برضو الحدادة ارسلوا المرأة اللي بيقولوا لهم ارسلوا اللواء 15 لتحرير المخاوين، جي هذا اللواء ما شفنا ولا سمعنا. أنا بقولها لأصحاب الجنوب، يعني لولا تعز أقسم بالله ما 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 تشوفون الفكرة داخل عدد. فعفاش انطلاقه من تعز نقطة الارتكاز أقوى، ما تهمه ما ربولاتهم أي حاجة، نقطة الارتكاز، وعارف أن التحالف مركز على تعز. تعز تتحرر، لابد من تحرر عشان تأمن عدن. كذا ما في. إذن وفي نقطة ثانية بيقول لك لو طاب هاجس البيت طابت جميع الهواجس. والحليم تكفيه الإشارة. شكرا لك أبو يافع اليافعي، يؤكد على نقطتين أساسيتين، تصفية عدن من كل الخلايا النائمة، وبالإضافة إلى تحرير تعز. تعز التي يعتبر بمثابة الدرع الحصين لعدن وللمناطق الجنوبية. معي عوض كعدل، مرحبا بك يا عوض، تفضل الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير. أحييك وأحيي كل العاملين في قناة سهيل، قناة الثورة والثوار. عودة الحكومة الشرعية إلى عدن هو إصرار وتأكيد لمراهنات المخلوع علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي ومن تحالف معهم بأنهم لن يستطيعوا العودة إلى أرض اليمن في يوم من الأيام. هذا أولا يا أستاذ محمد. نعم. ثانيا اسمح لي لو في اقل من دقيقه، لان في هناك ملاحظه لا بد ان نمر عليها قبل ان ندخل في الموضوع الرئيسي. مشكلتنا استاذ محمد اننا ابتلينا برؤساء، وانا هنا لا اعمم، ولكن
هؤلاء الرؤساء الذين حكموا اليمن عندهم ما يسمى بعمل ألوان. ففي أحد المخلوع علي عبد الله صالح عين أبو بكر الغربي وزيرا للخارجية، وهو طبيب بشري ومعروف مكانه في المستشفيات وليس مكانه في المواقع الدبلوماسي العمل الدبلوماسي أو العمل الدبلوماسي. وكذلك في عهد الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأنا هنا لا أقلل من قيمة هؤلاء الناس، ولكن يجب أن نطبق ما يسمى الإنسان المناسب في المكان المناسب. في عهد الرئيس عبد الرب منصور هادي عين الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية واعترض أنه طبيب بشري، وللأسف الشديد انتزع من الأخ نايف البكري، انتزع انتزاعا ما وقل إليه كمحافظ لمحافظة عدن. هذا الرجل يا أستاذ محمد، نعم، هو الوحيد الذي تبقى من المسؤولين الذين هربوا إلى الرياض، والذي هرب إلى دول الخليج، والذي هرب إلى أوروبا. هذا الشخص الوحيد، المسؤول الوحيد الذي حمل السلاح ووقف في الصفوف الأولى للمقاومة، وكان أمام خيارين، أما الشهادة وأما النصر، وقد تحقق له النصر وطرد الحوثيين ومن تحالف معهم والمخلوع ومن تآمر معه. ولكن للأسف الشديد فوجئنا بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي قد عينه وزيرا للشباب، وهذا يدل يا أستاذ محمد على أنه على أن هذا الرجل عين وزيرا بدون وزارة، لا توجد وزارة للشباب أصلا. وأنا أشك عوض يا عوض هذا، نعم أيوة. طبعا ملاحظتك طبعا وضحت. فيما يخص أبرز التحديات بشكل مختصر، أبرز التحديات اللي ممكن تواجه الحكومة، أبرز التحديات، أنا أقول أن الشخص الوحيد، وأنا لا أمجد الشخص هذا، ولكن الشخص اللي حمل السلاح يدافع عن عدن وعن اليمن هو نايف البكري، يستحق أن يكون محافظ، وهو الذي يفعل توصيل الكهرباء والمياه والجرحى وما شابه ذلك. أنا أعتقد أنه مش معقول أنهم يجيبوا واحد كان مختفي وراء الجدران أو خلف النساء واليوم يعينه محافظ عدن. شكرا لك عوض. هكذا يتحدث عن أنه ضروري عودة نايف البكري. نايف البكري كان له دور كبير في تحرير عدن، صمد مع المقاومين الأبطال. أيضا في الأخ حتى الأستاذ رياض ياسين كان له دور مشهود له في أثناء الانقلاب، ووقف بشموخ، ويعني نشكر كل من طبعا بذل في سبيل بكل جهد، وهو يعني مشكور به، خاصة رياض ياسين ونايف البكري وغيرهم من المسؤولين. معي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أبو إبراهيم الحسامي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم. آمين يا رب. تفضل يا أبو إبراهيم. أنا أدعي لكم من مكة المكرمة. شكرا لك، شكرا لك. وأن ينصر المقاومة وأن يحفظهم بكل ما بكل بقاع اليمن. آمين يا رب. وأن آمين. يحفظ الملك سلمان وأمير قاع الإمارات والبحرين وقطر ومصر وكل الدول التحالف بإذن الله. أبو إبراهيم، وأن يدمر علي عبد الله صالح وأعوان حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين. آمين. أبو إبراهيم، نحن نتحدث عن أبرز التحديات، يعني التحديات على الحكومة أن تحفظ الأمن، وعلى أن تقوم بواجبها مع الشعب وعلاج الجرحى وإنقاذ المواطنين وإسعافهم بجميع الحاجات الذي يحتاجونها. ونقولهم لا حسنة، لا حسنة، وإصدار قرارات بملاحقة المجرمين وتوصيلهم تسليمهم إلى العدالة. كل من يده تعبثت بدماء المواطنين، نعم، بدماء الأطفال، بدماء النساء، بقصف المساجد، بقصف المستشفيات، بأنهم يسبون عائشة رضي الله عنها، هذا لا حوار لهم، لا بقاء لهم في اليمن. هذا مش نزع من تراب اليمن، هذا ما يتمشي معهم إلا مثل ما مشاهم قد يعني شرفهم ذكر العراسي بداخل جنيف بالجزمات. هذا لهم لا إنسانية، ولا عندهم لا دم ولا ضمير ولا إسلام ولا مؤتمر ولا حوثي.
هذا من يصدروا المساجد الآن يقصفوها مع السعيد، يقصف المستشفيات، الأطفال يقصفون جميع أنواع الأسلحة، يعني لا دين لهم، لا ملة، لا قلوب، لا رحمة، ولا نقول حوار. شكرا لك. حوار إيش؟ نعم. من حوار يا أخي. إذن وضحت فكرتك، الأمن، معالجة الجرحى، رعاية أسر الشهداء، تحديد المجرمين، وعدم وعدم منحهم أي حصانة. شكرا لك أبو إبراهيم الحسامي. فاصل مشاهدينا الكرام قصير، ثم نعود لمتابعة برنامج الكلمة لك وأبرز التحديات التي تواجه حكومة بحة. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الكلمة لك، الذي نناقش في هذه الحلقة ما هي أبرز التحديات والواجبات التي تنتظر الحكومة الشرعية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح بعد عودتها إلى عدن لممارسة مهامها. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك الكلمة لك. الأرقام الظاهرة على الشاشة، الرقم الأول 00966-11-281-2351، أو عبر الرقم الآخر 00966-55-255-78-2741، أو عبر هاشتاج الكلمة لك، أو عبر أيضا صفحتنا على الفيسبوك الكلمة لك. موضوعنا ما هي أبرز التحديات والواجبات التي تنتظر أو تواجه الحكومة الشرعية بعد عودتها إلى عدن. نستقبل فيها مشاركاتكم واتصالاتكم. طبعا مشهور المجيد يقول على صفحتنا في الفيسبوك: عودة الحكومة خطوة في المكان الصحيح، لأن الحوافيش يقولون أن من يسيطرون على المناطق المحررة هي القاعدة، فعودة الحكومة شيء جيد، لكن نريد أفعال على الأرض يشعر المواطن بها لكي تأمن عدن. يجب تحرير تعز، العز والشموخ، نصر الله المقاومة في كل ربوع اليمن الغالي. شكرا سهيل الثورة والمقاومة. وشكرا لك مشهور المجيدي. معي اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك محمد، حياك الله. الله يحييك. طبعا تعرف موضوعنا لهذه الحلقة، نحن نتحدث عن أبرز التحديات والواجبات التي تنتظر حكومة بحاح بعد عودتها إلى عدن. برأيك ما هي الأبرز؟ واضح أستاذ محمد. نعم معك. أبرز المعوقات التي الآن تبرز على الساحة هي الحكومة التي مع تقديري واحترامي الشديد. نعم. ليش؟ إيش السبب؟ نعم، ما هو السبب؟ السبب واضح، وهو العبثية في الاختيار لعملية الانتقاء في التحرير للمدن. هذا واحد. اثنين، تعز الآن لحد الآن لم تزود بأسلحة ثقيلة كما في باقي المحافظات وهي مأرب وعدن. الشيء الثاني والمهم، نعم، أتقدم بمعلومة وهي احترامي الشديد للعميد الركن حسن الشهري في مقابلة لك قبل يومين. وكان فيها أعطى الأهمية لهذه المدينة الثائرة والتي قدمت وضحت وكانت مرتكز للثورة السلمية، ثم تلتها الثورة بداية شرارة الثورة
من هذه المدينة. قال أن تحرير تعز سيكون 50%. نعم نعم. تعز لم تعطى الثقل والأهمية لأنها المدينة الثائرة وهي شرارة الثورة. نعم. وأعني ما أقول السيد العميد. نعم. الركن حسن الشهري وضع النقاط على الحروف واتهم صراحة بتعامل المقدشي بالعبثية في عملية المعالجة للمقاومة في داخل اليمن، فأرجو التركيز على هذه النقاط الأهمية. النقطة الثالثة اختيار وزراء في هذه النقطة وفي هذه الأوقات الحرجة، تكون وزارات في هذه الأوقات الحرجة. نعم. أكثر المقاومة الآن مشغولة بعملية تحرير اليمن، يعني أليس كذلك؟ نعم، يعني يكون هناك التعيينات والوزارات الفاعلة على الأرض هي تلك. نعم. المعنية بالتحرير وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن. نعم، بالإضافة إلى إذا تسمح لي أستاذ محمد. تفضل محمد. حمى الضمك. نعم. حمى الضمك. يعني نعم حمى الضمك. أنا باعتقادي أنها عملية استخدام سلاح جرثومي بدأ باستعماله بدقة في عدن، وقد جنى كثير من الضحايا من الأبرياء، ثم انتقلت هذه المصيبة والكارثة على تعز وحفظت المئات. نعم. والآن الكثير من الرجال والنساء والأطفال تحت هذا الظلم وهذه الكارثة التي لا يعنى لها ولا يهتم لها ولا في ظل شحة الإمكانات الطبية، في ظل إغلاق المستشفيات لأبوابها. نعم. في ظل يعني انعدام الأدوية. نعم 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 أستاذ محمد، هذه كارثة إنسانية ما تحمل الكلمة من معنى. حمى الضمك سلاح جرثومي يستخدم الآن لعملية إبادة جماعية. أيوة محمود. محمد سعيد يعني تحدث بأكثر من نقطة في مسألة أبرز التحديات، ويعني هي باعتبارها أولوية للحكومة. معي اتصال آخر. معي اتصال. السلام عليكم. هو معظم المعلقين على عودة الحكومة، الحكومة الشرعية، أبرز التحديات والواجبات التي تواجه الحكومة الشرعية بعد عودتها إلى عدن. أولا الوضع الأمني كعنصر أولوي وملح في ترتيب الوضع الأمني والأجهزة الأمنية. أيضا طبعا بعضهم أعلن أنه لا يمكن الإفصاح بمكان تواجدهم حتى لا يكونوا عرضة للتهديد، أن يكونوا محاطين بشرطة وأمن دقيق حتى يؤمن لهم أماكن اجتماعاتهم ومساكنهم، حتى يشتغلوا في بيئة جاذبة، بيئة تمنحهم الأمن والأمان. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فارس مرحبا بك يا فارس. الله يعينك يا أخي الكريم. تفضل. التحديات التي توجه الحكومة الوقت الحالي هي بقالة نظام علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع. تقصد وميليشيات الحوثية. أها. أخي الكريم، احنا نقول وناشد علي عبد الله صالح والحوثيين أن ينسحبوا من بقية المدن اليمنية وأن يجنبوا صنع الدمار. أنت تعتقد أنه بقايا المخلوع وميليشيا الحوثي يعني في المناطق المحررة، يعني تقصد في عدن وغيرها وأبين وشبوة؟ لا لا، أقصد البقايا الرئيس المخلوع في صنعاء وصعدة. في صنعاء وصعدة وحتى في تعز وغيرها من المدن. في تعز. نعم. في تعز وفي محرب. أما بالنسبة إلى عدن وشبوة، الحمد لله رب العالمين تم تحريرها، ولا خوف إن شاء الله بعد عودة الحكومة إلى عدن، لا خوف لا من الحوثيين إلى عدن مرة ثانية. بإذن الله إن شاء الله لا خوف. شكرا لك فارس غلاب.
معي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك يا حميد، تفضل الكلمة لك. نحن نتحدث عن أبرز التحديات والواجبات التي تنتظر الحكومة بعد عودتها إلى عدن. التحديات كما يعلم الجميع بأنه هناك في مشاكل، كما يزعمون الحوثيون وأنصار صالح أن هناك القاعدة هي التي محتلة عدن، وهذا بادرة طيبة أنه عادت الحكومة وأثبتت للجميع أن هنا أنها هي الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، هي التي يعني مسيطرة على عدن، وأن هناك كانت انتكاسة كبيرة للحوثيين في عدن، وسينتكسون الآن في الأخير، لأنهم ليس لهم، الحوثيون كما تعلمون ليس لهم مشروع. ما هو مشروعهم؟ التدمير والخراب. ماذا يريدون من اليمن؟ مشروعهم؟ هل كان لديهم مشروع الحوثيون على أن يقف الشعب اليمني إلى جانبهم؟ مشروع التدمير والتفجير، يعني لم يكن لديهم مشروع للأسف. التدمير هل بنوا مسجدا للحوثيين؟ هل هناك مسجد بناه عبد الملك الحوثي من أول ما ظهر حسين بدر الدين الحوثي؟ هل بنى مسجدا؟ لا نريد أن يبني مسجد، نريد أن يكف عن تدمير المساجد. أن يكف عن تدمير المساجد، نريد أن يكف عن تشريد الأطفال، عن تشريد النساء، ونريد من الحكومة بسط هيبتها في الشمال والجنوب وإسكات أفواه المتشددين. هناك متشددين في الجنوب، لن نحرر اليمن كما قال خالد بحاح اليوم. اليوم حررنا اليمن من الغزاة، ونريد تحرير اليمن من أنفسنا، من الأنفس الخبيثة. هناك أنفس خبيثة. صح، صدق. هناك خلايا داخل عدن وداخل تعز وداخل صنعاء وداخل المناطق المحررة من هؤلاء الحوثيين، ومن يتكلمون عن الانفصال. هؤلاء خلايا نائمة تبع علي عبد الله صالح والحوثيين. وكأنك تلتقي في حاكل اليمن 33 سنة، حلبها كما يحلب الرجل الإنسان البقرة، ويريد أن ينحرها الآن. لأن حلبتك الآن لم تعطي حليب، فيريد أن ينحرها. وهذا سلوك المجرمين الفاشين. شكرا لك حميد مهيوب. معي بكيل حميد. من أكثر التحديات، طبعا على صفحتنا في الفيسبوك، من أكثر التحديات ملف الجرحى والأمن وتفعيل الإدارات الحكومية والمحاكم والنيابات وإعادة بناء البنية التحتية لكل من عدن وأبين ولحج من كهرباء ومياه، والباقي سيأتي بخطوات متبوعة بخطط مدروسة. هكذا يقول بكيل حميد على صفحتنا في الفيسبوك. طبعا حميد مهيوب يتفق مع أبو يافع في مسألة أن هناك تشدد وأن هناك خلايا نائمة يجب أن تتنبأ الحكومة لها. معي اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم يحيى. يحيى أحمد. مرحبا بك يا يحيى. محمد. مرحبا بك، الكلمة لك، تفضل. يا أخي يعني هذا يعني الحكومة وصلت إلى عدن اليوم، يعني بالأصح هي وصلت البارحة و... نعم. أهم المشاكل اللي تبرز الحكومة اليوم هي يعني الفلول المتبقية من ملي الشيعة عبد الله صالح ومن الشيعة الحوثي. هذا واحد في الـ في الـ في, الـ في المناطق المحررة. طيب ما الأمر الثاني؟ أنت قلت أبرز التحديات البقايا فلول ميليشيا الحوثي والمخلوع، وربما يتدثروا برداءات أخرى، أحيانا برداء كذا المناطقية، وأحيانا وهم ذاتهم الذين يعملون يعني بتوجيهات عفاش. طيب ما هو التحدي الآخر؟ التحدي الآخر تنظيم القاعدة اللي في المكلا، اللي مسيطر على مديرية المكلا. يعني تؤكد على مسألة أنه يكون هدف من أهداف الحكومة تحرير المكلا. نعم، هو يعني تحرير المكلا في المناطق يعني المحررة هو أخطر حاجة. تنظيم القاعدة، وهي تنظيم القاعدة تبع على عبد الله صالح، مش تبع أي واحد. أيوه. تبع هو اللي يحركها. يندرج ضمن فلول المخلوع والحوثي الذين لا زالوا. أيوه. ينشطون يعني. ايوه، باقي ما رساله واحده يا اخي. لو نعم. لو يعني لو اعطيتني الفرصه، باقي ما رساله واحده بوجهها باختصار. نعم. عندي انا من المحافظه، من محافظه الحديده. نعم. من مدينه الزورة. عندنا مشايخ من اول كان قوى وعندهم اسلحه، والله انا كنت من اولادهم، عندهم اسلحه فخمه. اليوم متحالفين مع الحوثي.
ليش يا أخي يتحرروا كان؟ إيه بالطموح؟ إيه بالتحالف مع الحوثي؟ أنا أرسلنا والله شوف أنا أوجه لهم رسالة من هنا من المملكة العربية السعودية أن يتحرروا كان يا أخي. ليش 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 الخوف؟ رسالة مهمة من يحيى محمد لكل مشايخ الحديداء الذين لا زالوا يدينون بالولاء للمخلوع وللحوثي، عليكم أن تتحرروا فورا. شكرا لك يحيى محمد. معي اتصال آخر. لم يعد لدينا من الوقت، هكذا يقول المخرج. تحدثنا، استقبلنا العديد من المشاركات عن أبرز التحديات والمواجهات، أبرز التحديات والواجبات التي تنتظر الحكومة. تحدث الكثير بمختلف النقاط، منها الجوانب الأمنية، الجوانب الإغاثية، إعانة الجرحى ومعالجتهم، أيضا تحرير تعز أن تكون لها أولوية، وغيرها من تطهير الفلول وبقايا الميليشيا سواء في عدن أو في حضرموت أو في غيرها من المدن. الخدمات، إعادة الخدمات إلى طبيعتها من مياه وكهرباء وصحة وغيرها. هناك الكثير من التحديات التي تنتظر الحكومة، وهي بطبيعة الحال في ظرف استثنائي أمام جيش تم تدميره بالكامل. نتمنى للحكومة أن يعينها الله في إدارة دفة البلاد إلى بر الأمان وتحرير اليمن من رجس ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع. شكرا لكم مشاهدي الكرام، شكرا لكل من شارك معنا سواء عبر صفحات المواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الاتصال المباشر أو اتصل ولم يحالفه الحظ. شكرا للجميع بلا استثناء، شكرا لطاقم البرنامج، مع تقديري لكم، في أمان الله.